تصور لو أنك أردت تغيير العالم، إنه عمل ضخم، فالعالم مكان معقد للغاية. يمكنك أن تبدأ بفكرة يعتمد ثلث سكان العالم على المزارع الصغيرة لكسب سبل عيشهم. إنهم يعملون لساعات طويلة كل يوم ويناضلون لإبقاء أسرهم في صحة جيدة مع ما يكفي من الأغذية لتعليم أطفالهم ولبناء المستقبل، ولكنهم من الصعب البقاء على قيد الحياة. ولتغيير ذلك يمكنك العمل على فكرة بسيطة ولكنها قوية. إذا تمكن المزارعون من زراعة وبيع المزيد، لن يتمكنوا من العيش وإنما سيزدهرون أيضاً ويطعمون العالم. ولجعل هذه الفكرة حقيقة واقعة، عليك العمل مع المزارعين للحصول على القروض والمعدات والمعرفة والخبرة لإطلاق العنان لإمكانياتهم. عليك أن تجمع هذه الموارد استثمارات تؤدي إلى المزيد من الغذاء والدخل للأسر الزراعية. مع المزارعين ستحتاج أيضاً إلى الحكومات الوطنية والقادة المحليين وغيرهم من الشركاء الأذكياء. يمكنك بعدئذ العمل مع هؤلاء الشركاء والمزارعين أنفسهم لإيجاد أسواق جديدة. وسترى بأنك عندما نستثمر معاً فإن الأشياء الجيدة تنمو، مثل الصحة والتغذية والمدارس والمجتمعات الآمنة. عندما يكسب صغار المزارعين المزيد من الدخل، ستدرك الجهات المانحة والشركاء بأن استثماراتها تحدث فرقاً. ستتمتع النساء والسكان الأصليون بالسيطرة على حياتهم، وسيبقى الشباب في مجتمعاتهم الريفية. سيكون المزارعون على استعداد أكبر للتعامل مع تغير المناخ، وسيزرعون المزيد من الأغذية لسكان العالم الذين تتزايد أعدادهم باستمرار. في الوقت المناسب نجد أن العالم يتغير بفضل فكرة بسيطة ولكنها قوية. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الاستثمار في السكان الريفيين.